الحبيب والأخوة الأعزاء، صيام مقبول إن شاء الله، الله يتقبل أعمالكم. إحنا كل عام نفطر سوا مع عمال النظافة في بغداد تكريما واعتزازا بهم وبدورهم وبعملهم، هذا العمل المشرف اللي نفتخر به أنه أبنائنا موجودين في هذه الدائرة دوائر البلدية في أمانة بغداد. بالتأكيد اليوم بغداد تستحق أنه تكون الأنظف والأجمل، وهذا ما يتم إلا من خلال عمل مشترك بين كل القطاعات حسب الخطة، خطة العمل والآلية في توزيع الجهد البشري وأيضاً السيارات الاختصاصية. وإحنا نريد نطور هذه العملية، نطورها الأفضل بحيث تكون بغداد فعلاً مدينة نفتخر بنظافتها وتنظيمها وجماليتها. لذلك إن شاء الله قريباً نتعاقد مع أحد الشركات المختصة بتدوير النفايات، وهذه راح تساهم في تنظيم هذه العملية. يهمنا نشوفكم اليوم أيضاً ونسأل عن أخباركم ووضعكم